المقابله كما شفتي بدون جماهير، فاحنا حاولنا اننا نخرجوا باقل خسائر، خسرنا بهدفين لصفر، مع ذلك تاهلنا كما شفت نهايه الموسم اخر المطاف الحمد لله على التاهل. نفكر ان شاء الله في المقابله القادمه الدور الموالي، حنا كنخوضوا مقابله بمقابله. الاهم بالنسبه لنا ماشي هو الخساره اليوم، ولكن الاهم بالنسبه لنا هو المرور، نظرا لاننا كنا في المساواه. نتمنى ختمنا الموسم باحسن ما يرام هو التاهل في كاس العرش. نتمنى ان شاء الله مع بدايه الموسم القادم انا نكون في مستوى اللي نغلب على ثلاث واجهات، ماشي بالسهل ماشي باش تلعب على ثلاث واجهات. نتمنى ان شاء الله الموسم المقبل نكونوا متوجين باحدى الالقاب ان شاء الله في هذه المسابقه. اول حاجه كنبغي نهني اللاعبين على المستوى اللي قدموه، رغم انه ما كناش حاضرين بشكل جيد في المباراه، ولكن من الناحيه الدفاعيه قدمنا جوله ثانيه في المستوى. كنظن بان كل شيء كان محسوم بنسبه كبيره في مباراه الذهاب اللي اعطتنا نوعا ما الافضليه. جينا لتطوان باش نناقشوا المباراه يعني كما طلب منا المدرب. كنظن كنا منظمين بشكل جيد من الناحيه الدفاعيه، تلقينا جوج الاهداف اللي صراحه كانوا مباغتين، كانوا ممكن يخليوا المباراه تمشي لمنحى اخر، ولكن على العموم دافعنا بشكل جيد والحمد لله على التاهل. كنهديو لجمهورنا وكنتمنوا ان شاء الله نزيدوا نتالقوا في المباريات المقبله ان شاء الله. علاش؟ لان الوقت اللي بغيت البريسي او الوقت اللي حبيت ندير البريسي الوقت اللي حبيت ماركي البيت درتها. دابا جيت نسير في لو سكور لو ريزولتا، سيتي ان ماتش دو حساب، فوالا نسير في الريزولتا دونك جو سوي كاليفيي جو سوي لا. كون جيت 0-0 كنت نقدر نمشي نبريسيهم ونمشي ناخذ الريسك ونماركي لهم. ممكن حنا سهلنا لهم اللي يعني خليناهم في لي موفمون ديالهم، ما كناش فين نخليوهم، لكن سي ان بون ماتش. مبروك علينا لا كاليفيكاسيون اي هارد لاك بور لي زامي تطوان، ان شاء الله ربي يسهل لهم الامور. فوالا، ارفع راسك في